السلام عليكم البنات، اليوم غادي نشوفوا طريقه جديده ومختلفه على الكيك اللي كنعرفوه بمكونات اخرين. فما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وتضغطوا على الجرس باش يولي يوصلكم الجديد ديال القناه ديالي. يلا نشوفوا جميع المكونات ديال هذا الكيك. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاج 320 غرام ديال الدقيق البيض، كما كتشوفوا درت 200 غرام في الاول، مي ابري زدت 100 غرام. غادي نحتاج الكاس ديال السكر ما كاملش، والسكر البني اللي من بعد غادي نزيد معلقه حتى المعلقه ونص. عندي هنا بودره اللوز، زبده المذابه، لي بيبي دو شوكولا، والقرقاع، والبندق مهرمشين. بالنسبه للبندق او بودره اللوز كتبقى مساله اختياريه. عندي بيضه والحليب، 220 ملل ديال الحليب. عندي لا باتا فروي، كيس ديال الفاني او كيس ديال الخمارة. عندي قبصة ديال الملحة. وبالنسبة للتنسيم غادي نحتاج اللوز المر او ليكستري ديال اللوز المر. تقدروا نتوما ديروا ليكستري ديال الفاني او اي حاجة اخرى او تستغنوا عليه. فكما العادة غادي نبدأ بالبيضة والسكر الابيض والبني مندمج فيهم مع بعضياتهم. من بعد غدا نزيد عليهم سوائل اللي هما 220 ملليلتر ديال الحليب و 100 غرام ديال الزبده المذابه. بالنسبه للمقادير او لقياسات المقادير فعينكم ميزانكم الا ما عندكمش باش تعبروا المكونات. هنايا غدا نزيد بودرة اللوز اللي كتبقى مسألة اختيارية كما قلت لكم. هنا غدا نزيد لاباتا فخمي اللي قطعتها على شكل مربعات صغار، فمن الضروري تزيدوها على السوائل باش هذوك المربعات الصغار يتفرقوا على بعضياتهم ما يتلصقوش. باتا فخوي زدت الدقيق حتى حصلت على القوام اللي بغيت انا، ومن بعد زدت كيس ديال الخمارة، السكر ديال الفاني، ومعلقة ديال ليكستري ديال اللوز المر. بالنسبة لكيس ديال الخمارة كان عندي كيس اللي فيه 14 غرام، استعملت غير 10 غرام تقريبا. ومن بعد زدت الكركاع والبندق او لا لينوازيت. بالنسبه لينوازيت كتبقى مساله اختياريه، اللي ما عندوش ماشي مشكل. الكركاع ما عندكمش تقدروا تعوضوه بحاجه اخرى، انا كنفضل الكركاع لانه كيضيف واحد النكهه خاصه على الكيك ديالنا وكيبقى مميز. لي بيبي دو شوكولا زدتهم واحتفظت بالقليل باش نزوق الكيك من بعد. بالنسبة للمول خديت مول طويل لان كيكون سهل عليا باش نقطع الكيك من بعد، اللي غطيته بالورق اللي كيدخل الفران ودهنته بالزبدة من الجناب.
فالكيك ديالنا دخلته للفران طاب من تحت عاد من بعد طيبته من الفوق. الا كان عندكم الفران ديال الحراره فدخلوا طيبوه على 180 درجه لمده 20 دقيقه. بالنسبه للتسييل الاخير ديال الكيك خديت لا كونفيتور ديال الفريز خلطتها مع شويه الماء، غدا ندهن بها الكيك من الفوق ونزوقو باللوز مهرمش. وها هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد التسييل الاخير. فشكرا على المتابعه ديالكم، وما تنسوش تابوناو لاشين ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد الى فيديو لاحق ان شاء الله.